بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا
لذا ذلك تقدير
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا هذا ما وعد الرحمن
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قل
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.